بعثة مصر الأولمبية هتبدأ تتجه لطوكيو، والحمد لله احنا بنتكلم ان احنا اكبر بعثة عربية، يعني بعدد 135 لاعب ولاعبة ومشاركين في 23 لعبة من اصل 29 موجودين في مصر. اكيد كمان النسخة دي اعتقد هتكون مختلفة في اجراءاتها بسبب احنا بنتكلم فيروس كورونا المستجد. انا مش عارفة بقى هو مستجد ولا خلاص بقينا عشرة، بس على كل حال فقرة دي خلينا نتكلم بشكل اكثر تفصيلا مع دكتور حسن كمان رئيس اللجنة الطبية لبعثة مصر في الاولمبياد. نورنا بجد، صباح الفل. نور الدنيا يا دكتور، سعداء بوجود حضرتك معانا. وبسم الله ما شاء الله، يعني اكبر بعثه عربيه 135 ما بين باقي لاعبين واداريين و لا 135 لاعب ده غير كمان غير البعثه والله. طب يعني الاجمالي العدد ده كله، هل وضعتم له خطه طبيه امنه تتماشى مع الكم الكبير ده من البشر؟ والله طبعا احنا يعني عملنا خطه طبيه واحنا بقالنا كتير جدا في الخطه الطبيه، بس في حاجة عملنا إشكالية شوية غير معتادة، إن إحنا عادة في الأولمبياد بنبقى عارفين كل ما يخص الإجراءات المطلوبة من بدري. إحنا الحقيقة اليابان نفسها كل أسبوع تفاجئنا بقرار جديد أو بمتطلبات جديدة، فتبدأ أنت تعيد كل حساباتك. يعني من أسبوعين بالظبط أو أقل من أسبوعين صدر جالنا منهم جواب إن هم قسموا الدول إلى جروب A و B و C، ومن مصر في جروب B. جروب بي ده هيستلزم ان هو يبقى عنده 3 ايام بمجرد الوصول مش حجر صحي لكن انعزال، مش عزل، يعني جوه في الاماكن المعتاده، ولكن مطالب منك انك 72 ساعه عدم الاختلاط بالفرق الثانيه، هتاكل في مطعم لوحدك، هتتعامل لوحدك. هذا الامر ما كانش متقال قبل كده وما كانش موجود، فبالتالي بقى عندك في الحساب 3 دايز و 3 ايام زياده محتاج ان انت تعمل حسابهم. اللعيبه اللي عايزه تطلع تتمرن وكانت هتحتك بناس ثانيه بقت الثلاث ايام دول بالنسبه لهم مش موجودين، فبقى ده حاجة جديدة. الحقيقة هم كمان بيفاجئونا، يعني عمالين يغيروا القرارات، فالوضع غير معتاد على الإطلاق يعني. بس احنا الحمد لله عملنا قدر الإمكان. بس كان ليا تعليق برضو على التقرير، هو الموضوع بيتم بالتعاون ما بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة، كل الخطوات بيكون في تنسيق ما بين الجهتين. الحقيقة في تعاون كويس قوي ما بين وزارة واللجنة الأولمبية، احنا طعمنا اللاعبين بشكل منفصل. حقيقة برضو أشكر بقى وزارة الصحة كمان، وزارة الصحة وفرت للعيبة تطعيم، في عملنا تطعيم للبعثة الأولمبية منفصل. يعني اللعيبة سجلت زي ما الناس كلها سجلت تطعيم بجرعتين. احنا الجرعة التانية هناخدها قبل السفر بفضل، يعني خلاص خدنا الجرعة الأولى من فترة. عشان أي بعثة تروح أو لا من غير اشتراط، ده تأمين احنا عاملينه للاعبين. وزارة الصحة الحقيقة عن طريق التعاون ما بينها وما بين اللجنة ووزارة الرياضة نسقلنا ان احنا نعمل مكان تطعيم للاعبين، عملناه في مستشفى الطب الرياضي، ودي مستشفى تابعه لوزاره الشباب والرياضه في مدينه نصر. بس هو يعني مش حاليا قوانين السفر بتمنع اي مسافر ان هو يعني يتوجه من دوله الى اخرى غير وهو معاه ما يثبت انه تلقى جرعتين من ايا كان نوع اللقاح؟ لسه ده مش في دول لسه محدوده قوي عملت كده. وفي دول قالت انها هتشترط لقاحات معينه، لكن احنا حاليا عندنا منتخب الهاندبول بيعمل جوله في اوروبا، عندنا منتخب الرماية رايح إيطاليا، ما بيطلبوش لسه، ما حدش قادر يشترط، لأن بس كان ده بيتقال بقاله فترة رؤية غير كبير لسه يعني ما هو كل حاجة مش واضحة، بس هو كان ده بيتقال بقاله فترة. لكن في النهاية ما احنا لما جه في الأول قال الأولمبياد قالوا إن هم هيشترطوا تطعيم جرعتين من نوع معين، النوع ده مش عندنا في مصر مثلا. اوكي احنا قلنا لهم انت عايز الشركة الفلانية او الشركة الفلانية، طب انا عندي دلوقتي المتاح 1 2 3. في دول تانية قالت له انا ما عنديش قدرة ان اطعم الرياضيين اصلا، فقالوا في الاول هندعم الدول بالتطعيم. انا بقول لك الكلام بقى عمال يتغير، فقعدنا مستنيين ان هيجي لنا تطعيم معين من اللجنه الاولمبيه، ثم قالت لا خلاص احنا هنشيل شرط التطعيم. طب ما احنا بقى محتاجين نطعم لاعبتنا، لان احنا دلوقتي عندنا موضوع خطير جدا في المنافسه، ان في لاعبين ممكن يستبعدوا من الدوره الاولمبيه بناء على مسحه ايجابيه للبي سي ار. دي تبقى مشكله كبيره، ده على مستوى العالم كله. لا تكتشف حضرتك ان اللاعب الفلاني راح ولم يسلم احد، يعني توم هانكس جاله، يعني انا قصدي ايه؟ انت هتحاول قدر الامكان انك تشدد في الاجراءات، لكن المشكله يعني الضغط كبير جدا. طب لو ده حصل بالمناسبه هيكون ايه رد الفعل بقى؟ رد الفعل اللاعب هيتعزل، والمخالطين وبقيه المخالطين دول اللي هم اوريدي جزء كبير منهم هيكونوا لعيبه منافسه. هم عاملين تطبيقات موبايل ابلكيشنز هينزلوا على موبايلات كل افراد المشاركين في الاولمبياد، شرط المشاركه والدخول من المطار انك تنزل التطبيق، ان معاك يكون معاك التطبيقين دول تمام.
واحد اسمه الكوكوا اللي هو الكونتاكت كنترول ابلكيشن اللي هو نظام المتابعة المخالطين. لو طلع واحد ايجابي هيجيبه موبايله ويطلع لك كل اللي كانوا مخالطين ليه في الفترة معينة، فيبدأ هو يدور ورا المخالطين دول واحد ورا التاني عشان يتأكد إذا كان في حد تاني فيهم إيجابي ولا لا. فبمجرد ما يتم ثبوت إن فلان إيجابي سيتم التواصل مع المخالطين. كل بلد ليها حاجة اسمها CLO، اسمها اللي هو الكوفيد أوفيسر بتاعها. فالكوفيد أوفيسر ده هيتم التواصل معاه يقولوا له لو وصلنا لمرحلة إيه الزمن ده؟ ايه الزبد ده دكتور كوفيد اوفيسر؟ فطبعا هيروح مبلغك الطايت الجديد في العالم ده ده كل دوله، فيروح مبلغك يقول لك طلع 5 تانيين مثلا مخلطين، دول هيتعزلوا ويتعمل لهم نظام مسحات متكرر عشان يرجعوهم يتاكدوا ان هم سلبيين. النظام التاني اللي معمول اسمه الاوتشا. الاوتشا ده عباره عن متابعه الحاله الصحيه، يعني الحالة الصحية بتاعت اللاعب كل يوم بتخش على الابليكيشن تكتب ان حرارته 37، تكتب انه ما عندوش اعراض كل يوم على بعثات. على فكرة بالمناسبة لو الموضوع فرط ممكن البطولة كلها تكون مهددة. طبعا يعني لو في اكتر من لاعب او عدد كبير من اللاعبين تم اكتشاف ان هم مصابين بالكوفيد وكان ليهم مخالطين كتير، طب ما كده هيجيبوا دوره في الاولمبياد. عليكم السلام. احنا يعني ميالين، احنا بنعمل حاجه، احنا بقى كبعثه مصريه فكرنا في بضعه افكار ان احنا نقلل المخالطه ما بين اللعيبه المختلفه. يعني انا عندي 23 لاعب، احنا هنحاول قدر الامكان اثناء التحركات والاقامات والبتاع ان اللعيبه ما تختلطش. هو لازم لعيب الفرقه الواحده تختلط ببعضها ملهاش حل، لكن احنا طول عمرنا في تعامل ما بين اللعيبه وبتتجمع بشكل جماعي. بس هم يا دكتور لما هيوصلوا يعني ما هيبقى معمول كل الاجراءات الاحترازيه ليهم والتست ومعروف ان دول نيجاتيف، يعني ما مش هتبقى سيربرايز قوي يعني ان البرسنتج فيها مش ما هو البرسنتج اصل حضرتك انت لو عندك اتنين زي اي بطوله ثانيه اتنين في فرقه كبيره ممكن يعملوا لك مشكله، تتلاقي المخالطين ال 30 التانيين. ما انا فاهمه بس هيعيوا بقى بعد ما يوصلوا، يعني مش هو عشان يوصل لازم يكون نيجاتيف. احنا هنعمل 3 مسحات قبل السفر. طيب. كل يوم مسحه قبل السفر ومسحه اول ما نوصل، وهيكون هناك تحليل يومي.